وفي مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة نجح فريق جراحي من إعادة البصر إلى حاج إيراني. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف ورم في الغدة النخامية للحاج الإيراني، الأمر الذي استدعى تدخل فريق جراحي لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت ولله الحمد بالنجاح التام. حاج مهدي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله رب العالمين. بكلمات الحمد والشكر لله تعالى بدأ الحاج مهدي معين من جمهورية إيران الإسلامية حديثه معنا بعد خروجه من العملية التي أجراها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لإزالة ورم من الدماغ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح بعد أن وصل إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة. مشكلة سرد عروس، شعرت بوجع في الرأس ولم أستطع فتح عيني اليسرى، أشعر الآن بتحسن لله الحمد. وجود ورم بالغدة النخامية من النوع النازف أثر على النظر وأدى إلى ضعف النظر، وتم قبول الحالة بشكل مستعجل، وفي غضون أقل من ساعتين إلى 3 ساعات تم وصول المريض إلى العناية المركزة العصبية، وفيما بعد تم عمل العملية الجراحية بأسرع وقت ممكن، وتم استئصال الورم بشكل شبه كامل. 3 أيام فقط منذ شعوره بألم في الرأس وحتى خروجه من العملية، الفريق الطبي السعودي حدد حالته بأنها حرجة وتحتاج لتدخل سريع. قرروا أنه يعملوا عملية هنا، وطمنوا الدكتور، دكتور سلطان الله يحفظه، طمنا كثير، وإحنا طمنا زوجته وطمنا أخته، وأخيرا قبلوا أنه يعملوا العملية هنا وتوكلوا على رب العالمين وعملوا العملية هنا. هذا الدكتور خالد؟ دكتور خالد كان معي في العملية ما شاء الله. قررنا نأخذ للمستشفى، مستشفى ملك فيصل. من وراء يوم قرروا معا ينتقل المريض للمستشفى ملك عبد الله، وسووا إجراءات سي تي، وقرروا بان عملية جراحية محتاج المريض. الحمد لله من وراء يوم وثلاثة أيام من وراء العملية الحمد لله حالة المريض كويسة. جهود صحية وطبية تقدم لكافة حجاج بيت الله الحرام طيلة مدة إقامتهم. كافة المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهزت لخدمة ضيف الرحمن. بهاء عسكر، مكة المكرمة.